السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سفرة رمضان مليانة خيرات، المحمر والمشمر ودهون وحلويات، واحنا بناكل ناكل بسرعة عشان نلحق ندوق من كل الأصناف، واحنا بناكل نشرب مية أو عصير أو حتى مشروبات غازية، وبعد الأكل لازم الشاي، نحس بوخم ومش قادرين نتحرك. كل دي أسباب كافية جدا لحموضة المعدة وعسر الهضم في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم القيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. احنا بس لو عملنا بالحديث الشريف ده صلى الله عليه وسلم هيبقى مرتاحين ومش تعبانين. النهارده انا جايبه لك مشروب حلو جدا، يا ريت تشربيه بعد اي وجبه تقيله، ما تستنيش لما يجي لك حموضه او عسر هضم. مشروب مريح جدا للبطن، فيه 3 اعشاب حلوين جدا. اول مكون فيهم الكمون اللي مليان انزيمات اللي بتساعد على تفتيت الاكل، وبالتالي بتساعد على الهضم وبينظف الجسم من اي سموم، وكمان مفيد جدا لانه فيه فيتامين A. طبعا شكل الكمون كلنا عارفينه، احنا هنحتاج في الوصفه دي لكمون صحيح. تاني مكون معانا هو الكزبره المعروفه ان هي تطرد الغازات ومطهره ومسكنه ومضاده لاي بكتيريا وميكروبات، ومضاده كمان للالتهابات، وعلاج فعال جدا لعسر الهضم. تالت مكون اللي هو اسمه اكليل الجبل او حصلبان او الروزماري او اليازار. المشروب ده حلو جدا، يا ريت نعمله. ده شكل الروزماري المجفف، وطبعا في منه اخضر المتوفر عندك، طبعا موجود عند العطار المجفف طول السنه. الروزماري لوحده ريحته حلوه جدا، بتعمل ريحه حلوه جدا جدا. المشروب ده زي ما احنا شايفين كده، 3 مكونات دول مع بعض بيعمل طعم جميل، بيريح البطن بشكل فوري. ان شاء الله بعد ما تشربي المشروب ده هتحس ان انت مرتاحه جدا. كل اللي احنا محتاجينه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من كل حاجه، ده المقدار اللي بيكفي كوبايه ميه. دي الكزبره اللي هي الناشفه، وكل البهارات بتاعتي مش مطحونه. ده اكليل الجبل او حصلبان او الروزميري زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا هجيب مصفى، او تقدري تعملي المشروب ده وتسيبيه يغلي وبعدين تصفيه، بس انا عندي المصفى دي فقلت استغلها. نص معلقه صغيره من الكمون الحصى، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه برضو الحصى، ونص معلقه من اكليل الجبل او الروزماري او حصلبان. الاسم كل دوله بيختلف، بس حاجه واحده. وهنقفل المصفى دي كده، زي ما قلتلك تقدري تستغني عن المصفى وتحطي الكلام ده في ميه يغلي. هنجيب حله كده صغيره او اي كنكه او حاجه هتعملي فيها، هنحط كوبايه الميه ده على قد طبعا فرد واحد، وهنحط فيها المصفى دي بالحاجه اللي جواها، تغلي 5 دقائق على النار، تغلي بقوه. المشروب ده ريحته حلوه جدا، يا ريت تستنشقي البخار بتاعه وانتي بتعمليه. ويا ريت برده فكره تانية، لو عندك بطرمان فاضي تقدري تحطي مقدار متساوي من 3 حاجات دول في البطرمان، ويبقى عندك الخلطه دي جاهزه في اي وقت حاسه ان انتي عايزه تشربي المشروب ده، يبقى جاهز عندك. وانا هنا خلاص بعد ما غلي 5 دقائق على النار، شايفين سهل ازاي ريحته؟ اصلا لو استنشقتي بس الريحه بتاعته ديت قد كده هتحسي براحه نفسيه، وهتحسي ان شاء الله ان بطنك ابتدت تخف. المشروب اهو بتاعي جاهز، مشروب صحي جدا مفيد قوي، هيعمل هيخلي الجهاز الهضمي يشتغل كويس، وهيضيع اي التهابات، ومفيد جدا لمرضى القولون، مفيد جدا لمرضى السكر. الحوامل يقدروا يشربوا منه، لان طبعا الحوامل على طول بيعانوا من الحموضه. مشروب صحي جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله. وما تنسوش دايما تاكلوا وتقوموا دايما وانتوا مش شبعانين على الاخر، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اللي حابب المشروب ده يحليه معلقه صغيره من العسل الابيض، مفيش اي مشكله. المشروب طبعا دوت ما بيتعارضش خالص مع رجيم، المشروب ده زيرو سعر حراري، ما فيهوش سعرات حراريه خالص، سعراته حراريه قليله جدا. وزي ما انتوا شايفين تاني مره اهو، ده شكل الكمون الحصى، ودي شكل الكزبرة، ده شكل حصلبان او اكليل الجبل او الروزميري.
اتمنى لكم ان شاء الله دايما صحة جيدة، واللي ما شافش بقى بقية الوصفات يروح يشوفها. نقدر ناكل كل حاجة يا جماعة، يا ريت نبتعد تماما عن المقليات والاكل الدهون، نقدر نعمل كل الاكل خفيف وطعمه يبقى حلو. اللي ما شافش وصفة الكنافة الدايت، كنافة من غير اي دهون ومن غير اي سكر، كنافة روعة، يا ريت تروحوا تجربوها. هي كنافة كدابة، من غير الكنافة، من غير عجينة الكنافة، لأن برضو عجينة الكنافة فيها دقيق، فمش هتبقى دايت لو أنا عملتها بالعجينة. فأنا مستبدلة كل الحاجات الصحية اللي ممكن تتخيليها موجودة، طعمها حلو جدا ومشبع. يا ريت اللي ما راحش اللي ما شافهاش يروح يزورها ويشوف الوصفة، واللي عجبه الفيديو يا ريت يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.